microblading هو كنعاودوا لا فورم ديال الحاجب ولا كنعاودوا الرسمه ديال الحاجب بالبوال بوال يعني كنديروا زغبه زغبه باش كيجي تري ناتوريل ما كيجيش باين ماشي لا ميثود القديمه اللي كنديروا فيها واحد الحاجب بحال هكا محطوط كيبان تري ارتيفيسيال هنا كيبان تري ناتوريل دونك ما كتميزيش ما بين لي بوال ديالك ولي بوال اللي رسمنا لك هذا هو لا ديفيرونس اللي كاينه كنخدموه بدي لام اي دي بيغمون دي بيغمون دي كولور اللي كندخلوهم لك في لابو ديالك مي ما كندخلوش بروفونديمون دون لابو دونك كيبقاو في الطبقات الفوقانيين ديال لابو دوكو من بعد واحد العام كيمشي لينا لو ميكرو بلينينغ ما كيمشيش لينا لشي كولور غريز ولا شي كولور حمراء بحال كما كنا كنشوفو قبل حيت ما كندخلوش بزاف لابو كيبقى ان اون ابخي ان اون خاصك دير لا روتوش سينون سا كومونس ا سيستومبي و كيمشي الراس Ça m'a dit, c'est à partir de 2500 dirhams.